الخمسة ديال الصباح جات عندنا العائلة ديال عمو طالب، قال لنا اللي في الطنوبيل كاملين ماش صافي. احنا فاحنا راني عارف دار ديال الدراري كاملين، مشيت دارت عليهم واحد واحد، ما كنقدش نقول العائلة ديال الدراري راه ولدكم ماش، كنقول لهم ولدكم دار كسيدة وصافي. واحد قلنا لي ولدك ماش كيسخف، ما حديتش نشوف هذاك المنظر، ما تعرفنا عليهم والو. خدوا العينة ديال الـ ADN صافي، وقالوا لنا من هنا الأربع أيام اللي ماشوا راه غادي تعرفوا على الـ ADN ديالهم. كان بوطري حاتم وشي أعضاء ديال المكشف، قال لنا نتكلف بهاد الدراري وش عاد الدراري اللي باقيين حيين ان شاء الله. خو هذوك الدراري تابع الفارق ديالو، خاص كل شيء وقف مع هذوك الدراري اللي باقيين حيين. الدراري اللي باقيين حيين راه بحال الحاله النفسيه، راه يرتي على اخو. انا اللي شفتهم اخو. انت كنتي في مراكش؟ انا كنت في مراكش، انا يلاه جيت البارح الليل. او الدراري راه مراد نفسيا، وكنت من الدراري اللي كيبقاو يقولوا شي اخبار كاذبه، ما يبقاو شي كذبوا على الدراري اللي ماشوا الله يرحمه اللي عاشوا. يا ربي تشافيهم اخو يا ربي. الاخ ديال محمد الخالدي اللي شوفه مع الضحايا باقي لحد الان باقي ما كاين حتى شي حاجه، باقي حاطينهم تما في لامور في مراكش. كنتسناو الناس ديال بودريق راه واقفين معنا تما، كاينين الناس ديالو اللي مع بودريق ماشي اللي مع الراجل، اللي مع بودريق واقفين معنا تما وكيعيطوا لنا كل ساعه، كيعيطوا كيسولوا. ولا بغيت نقول لكم كاين واحد الدري اللي بقى حي، اللي كان سايق لا فواتور بقى حي حاليا. يلاه وصلني اتصال من عند واحد الصديق كاين معاهم تما، راه حاطينو في الجيور والسيد في حاله ورشي عليها ما فيه ما يتشاف، وحاطينو في الجيور ما عرفتش علاش حاطينو في الجيور وكيتسناو. قال لك تيدوز عند قدام الوكيل، والسيد راه مقصح بزاف البارح النهار كامل، وما مهدنينو غير بالبراوات اللي كيكالمي. وإن لله وإنا إليه راجعون. الفاجعة هذه حنا ما افتقدنا شباب كثير، شباب اللي كله اللي قدوة، كاين اللي كيلعب كورة، كاين اللي كيقرا مزيان، كاين اللي خدام على والديه. حنا كنطالبوا هذا الوليد اللي بقى لينا هو اللي بقينا كنشوفوا فيه، لانهم كانوا كيكونوا مجموعين وكنشوفوا فيهم. حنا هذاك اللي بقى عندنا راه هذيك الصدمه اللي فيه والله تبارك عليه. كنطالبوا من السلطات طلقوا لينا، لاننا حنا حاجه وحده اللي كنطالبوا بها نشوفوا فيه، ونشوفوا فيه هذاك الشباب كامل اللي مات بحال هو اللي غادي يبقى لينا. واش هو اللي بقى نقتلوه حتى هو النفسيه ديالو ميته ونزيدو نقتلوه؟ كنطالبوا بالسلطات طلقوا لينا، حيت هو اللي غادي يقول لنا هذوك السبب ديال الدراري اللي ماتوا، لان كثره الصحافه الوهميه وداك الشيء ديال الكذوبات وداك الشيء. كنطالبوا يا ربي طلقوا لينا، هذا هو الميساج اللي بغينا نوصلوه للمسؤولين، ويشوفوا بحال هاد الناس يجوا يعزوهم تا هما. وشكرا.